في وشنو هو السن اللي نقدروا ايضا الاطفال يشوفوا الاضحيه الى غير ذلك. كل هذا راح نتناوله مع الاستاذه. صباح الخير استاذه. صباح النور عليك وعلى كيف كل الاحوال؟ المشاهدين. الحمد لله بخير، شكرا الحمد لكم. لله يا رب. اذا كنت خيرتي لنا موضوع مهم جدا، لانه عيد الاضحى ما بقالوش يعني ايامات فقط، وهذا موضوع بلكي هم كثير من الاولياء لم يشاهدوا فينا طريقه شرح فكره ذبح الاضحيه للاطفال. بدايه يعني هل من الطبيعي ذبح الاضحيه امام الاطفال؟ ما هو السن المناسب ليسمح لذلك؟ جميل، اولا شكرا لكم على هذه الدعوه الكريمه والاستضافه. شكرا لك على الحضور. ربي يبارك فيك. بالنسبه للاضحيه تاع العيد، بزاف يتسائلوا هل نحكي لوليدي ما نحكيلوش على هذا الكبش اللي جبناه، هو لفت ايامات وانت توكل صح. فيه واغلب الاطفال يعني خاصه اللي نجيبوا الكبش تاع العيد بايام قبل العيد، 3 ايام 4 ايام راح يكون صداقه بينه وبين هذاك الكبش صح. حتى انه راح يولي يحس روحه هو المسؤول عليه، كانه يحس صديق جديد دخل العائله. بعدين لو كان نقولوا له هذا الصديق رانا راح نذبحوه، راح يولي يشوف في الاهل تاعو كانه ما حيديروا جريمه صح. فهل نحكي له ولا ما نحكيلوش؟ لما يكون طفل اقل من 7 سنوات ادراكه يكون لا يدرك الضدين في المعنى، يعني يكون عنده مفهوم واحد على الاشياء، مثلا انه يفهم اما معنى الموت او معنى الحياه، اما انه يفهم هذه الحاجه مليحه او مش مليحه، ما يكونش يقدر يستوعب الضدين في المعنى. احنا نعطيك مثال باش يتضح المعنى اكثر، مثلا الطفل اقل من 7 سنوات يكون يشوف الوالي تاعه هو القدوه تاعه، يشوف الوالد تاعو انه انسان مليح، اي تصرف يشوف الوالد تاعو دارو راهو رايح يديرو. مثلا يشوف الوالد تاعو كذب يولي يكذب، علاش؟ لانه في باله الوالد تاعو هو انسان مليح، اي تصرف يصدر من الوالد تاعو هو تصرف يعني هو تصرف صحيح، هو تصرف صحيح وصائب. مثلا يكون يشوف الام تاعو سرقت ولا دارت اي تصرف غلط ما يكونش يقدر يميز، فهو مباشره يروح يديرو، لانه الطفل اقل من 7 سنوات لا يدرك الضدين في المعنى. وبالتالي في هذه المرحله لو انه يشوف عمليه ذبح الكبش راح يفهم، او رايح يفهم انه الاب تاعو دار فعل صحيح، وانه اي صديق يدخل لنا العائله نقدروا نذبحوه. وصارت حالات انه كي شافوا الوالد تاعهم راح ذبح هذاك الاضحيه يروح يجربها في خوه الصغير، يجربها في خوه صغير، او لما يكون شخص عزيز عليه بزاف. كاين بعض الامهات تقول له هذا كي الكبش هذا كي عزيز علينا انا حين نقدموه لربي قربانا وباش ربي يعطينا حسنات، فهو يولي يطبق نفس الشيء، لما تكون عنده حاجه عزيزه عليه يروح يذبحها، يكون عنده حيوان اليف مربي في الدار قط ولا يروح يطبق عليه هذاك الفعل. ما يعني هنا دا الامر بمفهوم اخر تماما، لانه طفل اقل من 7 سنوات لا يتحمل معنيين، ولا لا ما يقدرش يفهم وما يقدرش يستوعب المفهوم الذي يحمله الضدين، فهو يقدر يفهم حاجه واحده. على هذه انه عمر بن الخطاب يقول لاعبوهم لسبع وعلموهم لسبع. قبل 7 سنوات كلها سن تاع لعب وضحك وقصره مع الطفل، اصلا الاحتياج تاعو هنا في هذه المرحله احتياج انه يحتاج يلعب، يحتاج المتعه، يحتاج الحنان. في هذه الفتره ماهوش قادر انه يستوعب كثير من المفاهيم، نقدروا نفهموه بلي هذه مليحه هذه ماشي مليحه، ما ديرش هذه دير هذه، لكن المعاني ولا الاشياء اللي تطلب امر كبير فنتجنبوها تماما. حتى انه احنا يعني كبار وكاين كي يشوف الكبش تاع العيد لعب معاه يامات ووالفوا شويه من بعد كي يروح يذبحوا يغيضوا ويجيه صعيبه صح. فما بالك بطفل صغير. فهذه من بين الاخطاء الكبيره اللي يديروها الوالدين، انهم تقول لك انا وليدي نحيلوا الخلعه ملي يكون صغير، ولا ايه نخليه يشوف، ولا نعلم فيه، ولا حذاري اقل من 7 سنوات نتجنبوا تماما. لا اننا نوريو له عمليه الذبح، ولا اننا نحكيو له عليها بشكل المفصل، ولا لا هذا صديق ولا ضيف جانا للدار بعد ايام ما هو رايح يروح، يعني نحكي على الكبش تاع العيد، بعد ايام راح يروح للمالي لازم تهلاو فيه، كيما انت كي تروح ضيف عند الناس يتهلاو فيك، فهو بالعكس يفرح ويولي يديله الماكله، يعني راح تغرس قيم جميله فيه. لكن اننا نوريو له عمليه الذبح او اننا نحكيوا له عليها بشكل مفصل، هذا من بين الامور اللي ينهى. طيب استاذه يعني اقل من 7 سنوات ما لازمش نحكيوا للاطفال ولا نوريوا لهم عمليه ذبح الاضحيه، فوق 7 سنوات هنا اللي يبداو بالك الاطفال يشوفوا ويعرفوا، لازم يعرفوا كيفاش يعني طريقه يعني باش شرح هذه الفكره للاطفال.
جميل. هنا لما يكبر الطفل ولا لما يلحق 7 سنوات الادراك تاعو راح يكون شويه نضج. هنا نشوفوا على حسب الحاله تاع الابن. اذا كان الابن حساس وهذه جينا غالمو عند البنات بزاف، او كان شخصيته قويه، هنا يعني راح نميزه. خاصه اذا كان طفل حساس هنا لازم نراعيو نقطتين. النقطه الاولى اننا كي نحكيو له لازم نحكيو له بالتدريج، ماشي نجيبوها له على ضربه واحده. هو جام يسمع بعمليه الذبح، بعدين نقولوا له هذا الكبش اللي راك تشوفيه قدامك راح نذبحوه ونسلخوه وتاكل منه. يعني هنا راح تكون صدمة كبيرة بالنسبة للطفل، يعني تكون على بالتدريج. الأمر الثاني يكون بطريقة مسلية. وش معناه؟ اني نجيبها له كانه يعني حنحكي له حكايه يستمتع بها الى غير ذلك. في وسط هذيك الحكايه حنحكي له هذيك عمليه الذبح. واحسن طريقه نبداو لهم بها نحكي لهم قصه سيدنا ابراهيم مع ابن عيسى عليه السلام، بصح تكون بطريقه مسليه. قال مثلا احنا نحكي هنا ديجا فرصه باش نعرفوا على نبي الانبياء. احنا نقول له مثلا احنا نعرفك على شخص هو مليح وشخص رائع وكان يحبه ربي بزاف، وسيدنا إبراهيم عليه السلام كان عنده وليد ويحبه بزاف. بعدين شاف في المنام شاف انه ربي قال له روح اذبح وليدك، وندخلوا الابن في القصه. واش رايك يروح يذبحه او ما يروحش يذبحه؟ فالطفل اكيد هنا راح يتفاعل معك، يقول لك باللي لا لو ما لازمش وهكا. هنا راكي حتسمعي من وليدك، وبناء عليه راكي رايحه تعرفي واش راكي حتزيدي له كاضافات. لما نسمع من وليدي ويقول لي بلي مثلا لا لا ماما ما لازمش نذبحوه، يعني هنا راح نشوف الدرجه تاع شحال راح يتقبل الامر. بعدين كنقولوا بلي سيدنا ابراهيم عليه السلام دا وليده وكان راح يذبحه لانه خدا راي ربي، ربي قال له حاجه راح طاع ربي لازم يتحق. لكن ربي راه كافئ بحاجه مليحه اللي هو عطى له هديه كبيره اللي هو هذاك الكبش، فدا به وليده فما ذبحش وليده وذبح هذاك الكبش وداروا به احتفال كبير اللي هو عباره عن عيد. وحنا كل عام رانا نزيدوا نحتفلوا بهذه الحاجه، بالعكس يشوف فيها متعه ويشوف فيها كانه امر جميل. حتى انه لما يوصل لنقطه يقول لك والكبش وكي نذبحوه راح نوجعوه الى غير ذلك، نقدر ايضا نحكي له بلي انا الكبش ما نشا راح نكمل نورو له الموس مثلا، ما السكينه راح نخبيوها عليه، نذبحوه بطريقه اللي ما نوجعوهش كامل بها. يعني نجيبوها له بطريقه اولا بالتدريج، ثانيا بطريقه مسليه، حتى انه هو يولي يحس فيها نوع من المتعه ويولي يفهم المعنى تاع الاضحيه بشكل صحيح. يعني في سن 7 سنوات نقدروا نوروا بالك عمليه ذبح الاضحيه للطفل ولا ماشي كامل؟ على حسب مدى تقبل الطفل هذا الشيء. ام اللي تكون تعرف بلي وليدها حساس بزاف، علاش حتى تروح توريها له؟ كاين بزاف حالات انه تقول لك وليدي بعد العيد ولا يخاف الدم بزاف، مثلا لما يشوف روحه تجرح شويه يولي يتفكر مباشره الكبش، راح نبقى نسيل بالدم ومن بعدين راح ينشف لي كامل ونموت. وكاين بعض الاطفال يولي غير يشوف الطبيب يبدا يبكي، كاين اللي غير يشوف شويه دم قدامه برك يولي غير يسوغ، كاين اللي بعد العيد مباشره ولا ما ياكلش اللحم كامل لانه راح يتفكر هذاك المشهد، كاين اللي بعد العيد ولا ما يقدرش يهضر مع باباه ولا انزي ويقول انا كون قبح باباه يذبحني كيما ذبح هذاك الكبش. ف في هذه النقطة هي جد حساسة ولازم نراعيوها. كي نقولوا بعد سنوات نقدر نحكي له، ماشي معناتها مباشرة انا جامي حكيت لوليدي وبعدين بعد 7 سنوات نجيبو نحطو في الامر الواقع، لا، وانما يكون بشكل تدريجي. وايضا نراعي مدى حساسية هذاك الطفل هذيك النقطة. كاين بعض الدراري عندهم قدرة كبيرة على التقبل، بالعكس 7 سنين تلقاه هو اللي يحكي لك ماشي غير الطفل. فهذا الطفل عادي اني نحكي له بطريقة مسلية ونحن نوريه الى غير ذلك. لكن لما يكون هو ديجا سونسيبل بزاف ولا ما كان له نروحو نحطوه في، كاين البعض اللي عندهم هذيك الفكره تاع نداوي الخلعه بالخلعه. راح نحطو ديريكت في الامر الواقع ونقول انا راح نعالج له الامر. هذه بالعكس هذا امر منهي عنه تماما. نبداها له بالتدريج ونجيبها له بطريقه مسليه يوصلوا المعنى ويحس انه فيه متعه ويولي بالعكس يستنى في العيد بفارغ الصبر. كاين ثاني استاذه اللي تبقى بالك صدمه تاعهم حتى يكبروا، يعني كاين اللي كيكونوا صغار كما قلتي لنا انتما انت يوروا لهم الصدمه مباشره، يعني ذبح الاضحيه مباشره بلا ما يفهموهم، يعني تقعد لهم تقدر. كاين استاذه بزاف نسبه اللي تقعد لهم لانه صدمات وشنوها هي عباره عن فكره تخزنت في العقل اللاواعي ولا ينتج عنها سلوك معين. مثلا كاين اللي عنده هذه الفكره تاع اللحم كي شاف هكاك الاضحيه كلش تبقى له حتى يكبر ما ياكلش اللحم كاع تاع الكباش ولا هكا ما يقدرش من با ياكلو. فالصدمات اذا خليناها راح تزيد، مستحيل انها تروح لو كان ما تعالج. والصدمه تراكميه تولي، هذه صدمه وتزيد تراكم عليها صدمه وتزيد تراكم عليها صدمه، راح تاثر على كانه راح يولي لنا اضطراب سلوكي من بعد.
فهنا نصيحه انه مباشره يتوجهوا الاخصائي النفساني جلسه معاه وهو حيعرف كيفاش يعالجهم على حسب الحاله تاعهم. طيب استاذه، ما هي القيم الواجب غرسها في الطفل والتركيز عليها من خلال اضحيه العيد؟ جيد، احنا عندنا المواسم الدينيه هي اكبر فرصه لغرس القيم. هذيك شغل نعمه ربي دارها لنا. عندنا مثلا رمضان، يوم عرفه، عندنا الاعياد، هذه شغل فرصه كبيره باش نغرسوا مجموعه من القيم الاسلاميه، القيم الدينيه، القيم الانسانيه. من اكبر ولا اهم القيم اللي لازم تغرس في الطفل في العيد هي قيمه الصداقه. مثلا لما الطفل بعد الذبح نقول له خير مجموعه من اصدقائك تروح تدي لهم هديه، كميه من لحمك راح تديها لهم كهديه. هنا واش راح يتعلم؟ هو اصلا يولي يحس روحه، يحس بالانجاز باللي هو راه دار حاجه. إيه انا راح ندي هديه صديقي، مثلا يكون عنده واحد صاحبه ما ذبحوش ولا هو يروح يدي له. هذه اهم قيمه اللي هي قيمه الصدقه. ايضا قيمه التعاون، هذه من بين اللي نعزوا عليها بزاف بزاف ايام العيد، انه كي يشوف الوالي تاعو يذبح من الاحسن انه يروح يعاونه، قال هاك دي هذه لباباك، هاك مدلو هذه، جيب هذه، دير هذه. ولما يدير مهما كانت الفعل اللي داره بسيط لازم نعزوه فيه ونشجعوا عليه. قال ايه وليدي شاطر، وليدي ها ولا راجل ويعاون بابا، اذا كانت طفله بنتي ولا شاطره اي تعاون ماماها، فنحفزوا فيه هذا الشيء. هو اصلا اذا درنا له هذا الشيء يولي يستنى العيد فارغ الصبر. صح، على بالي بلي الامهات يكونوا مع لا بريسيون تاع العيد، وسورتو اللي عندها زوج دراري ثلاثه اربعه، تكون ديجا هي ايام العيد واللي غير طبح فيهم تاع بعدو سكتو. لا بصح كيما نقولوا دائما العيد يروح ويجي، المواسم هادو كامل راح تجي، العام اللي بعده راح تجيك. لكن الطفل اذا راحت لنا حلقه من حلقات التربيه هذاك سلسله راح تروح، واذا راحت لنا لبنه من لبنات البناء هذاك البناء راح يروح. فخلي 50%، نقولوا معليش 50% من تركيزك على وليدك، ما نقولوش 80 ما نقولوش 90، لكن خلي 50% عليه. قال معليش انتبهي ليهم هذاك النهار، لما يديروا فعل مليح عزيه فيهم، حافظي على مستوى الاستمتاع انه يكون عندهم عالي، ماشي يولوا هما نهار يتفكروا العيد يتفكروا بلي برك ماما راح تعيط علينا هذيك الاجواء. بالعكس خليهم انهم لما يتفكروا العيد يتفكروا هذيك الفرحه، هذاك الاستمتاع، انا نعاود دائما ما نربط العيد بالفرحه. استاذه جميل، هذه هي، لازم دائما نربط لهم العيد بالفرحه. من بين القيم ايضا اللي نغرسهم عند الطفل في هذه المناسبات، مثلا لما نقول لوليدي انه انت كي تكون عندك حبه حلوه وراك رايح تقسمها مع صاحبك، او رايح ربي يبعث لك واحد يعطيلك بزاف الحلوه، انت كان عندك حبه برك وقسمتها مع صاحبك، فربي سبحانه وتعالى يبعث لك بزاف. نفس الشيء بالنسبه للاضحيه، انت لما تقسمها مع صديقك ولا تمد منها ولا وراك رايح تضحي بها، ربي راه رايح يعوضك بزاف حاجات في حياتك، اما رايحين يسيسروا لك. هنا الطفل راح يفهم معنى البركه، واذا الطفل تغرست فيه هذا المعنى اللي هو معنى بزاف كبير، اذا تغرس فيه هو صغير راه درنا ديجا حاجه كبيره في التربيه. ايضا معنى الرعايه الربانيه، مثلا في سيدنا ابراهيم عليه السلام هو راح باش يذبح وليده، ما لقى غير وليده، كان عنده غير اسماعيل، واسماعيل قاعد شحال هو يستنى فيه، لكن مع ذلك لما كان رؤيا ورؤيا الانبياء حق وعرف باللي ربي سبحانه هو اللي امره باش يذبحه وراح باش يذبحه، فكان التعويض الالهي انه فديناه بذبح عظيم. لما نعلم وليدي هذه انه كاين حاجه اسمها الرعايه الربانيه، انه انت لما تدير حاجه امرك بها ربي تروح ديرها مالغري ماكش عارف المعنى تاعها، ولا ماكش عارف منفع علاش راك دير فيها، بصح الرعايه تاع ربي ماش راح يخليك. اذا الطفل تغرس عنده هذا المفهوم وكبر عليه، رانا درنا لبنه كبيره في لبنات تربيه عند الطفل. صح، فنستغلوا فرصه الاعياد باش اننا نغرسوا هذه القيم الجميله جدا في الطفل. صح استاذه، يعني قبل ما نمر بالك سؤال كيفيه المعالجه، لانه تحدثنا على صدمه بالك اللي تقدر تكون عند الاطفال بعد ذبح الاضحيه، عندما ما يكونش يعني هناك يعني ما يسبقولوش المفاهمة، يعني ما يفهموش إلى غير ذلك. لكن كاين أطفال نشوفوهم كذلك اللي يعني نهار الأضحية، يعني نهار ما يشوفوش الكبش ولا نهار العيد الأضحى يقعدوا غير يبكيوا، يعني ما يسكتوش كامل، يقعدوا يحوسوا على هذاك الكبش. دونك هذه أستاذة داخلة فيما قبل ذبح الأضحية ولا بعدها لازم يفهموهم كذلك؟ جميل. هو هذا الامر متعلق بمدى ثقه ومدى قوه علاقه الابن بالوالدين تاعو. اذا كان الطفل هو اصلا يسمع لوالديه،
هنا كما يقولوا الطفل هو عجينه في يد والديه، هو صفحه بيضاء، تقدر تكلخ له بطريقه غير مباشره وتبعده اصلا على هذاك الاشكال كامل. حتى انه واش رانا بمراحل كبش كذا، من الاول كامل تكون ديجا تفاهمت معاه الام تاعو ولا الاب تاعو، يقولوا له بلي هذا ضيف راه جانا، انا حين نكرموه ايام بعدين راح يروح الاهل تاعو. يعني كيما انت كي تروح ضيف عند الناس ما تقدر تسمح فينا وتريح عندهم، ماكش رايح تقدر تسمح فينا، هو تن عنده يماه عنده باباه اللي هم رايحين يحوسوا عليه باش يروح لهم. بصح هذا راه هنا ماشي نكون قتلوا هاكم بعدين يشوفوا مذبوح. هنا درنا لازم يعني حاجه تكمل الأخرى. حاجه تكمل الاخرى. في هذه النقطه اذا كنا ديجا تفاهمنا معاه من قبل وراح يروح لاصحابه خلاص، ماهوش راح يقعد يسقسي عليه صباح العيد وين راه شكون داه الى غير ذلك. يعني احنا نشوفوا اصلا استاذه في الناس عاديين كي نوالفوا ولا نقعدوا عند كاش واحد ولا يكون هذاك الولف. بالنسبه لمعالجه ما بعد الصدمه، يعني كيفاش تكون كيفيه المعالجه استاذه؟ هنا الام ولا الاب اذا لاحظوا على الابن تاعهم انه عنده صدمه نفسيه بعد ما شاف الكبش كيفاش ذبحوه، ولا بعد ما مثلا انه بعد العيد مباشره يولي يقدم الاظافر بزاف، ولا يحب يقعد وحده، ولا عنده خوف زائد يولي ما يقدرش يريح في الظلمه، ما يحبش يريح وحده. يعني اذا شافوا عليه هذه الارض مباشره يجوا الاخصائي النفساني. ما يحاولوا اذا كانت الام شافت الامر باللي تمتم قدرت تحاول تعالجه بجلسه برك مع وليدها، ولا قصرت معه تمتم تحل هذاك المشكل اللهم بارك، لكن اذا شافت انه عنده صدمه مباشره توجه الاخصائي النفساني، هو يعرف كيفاش يعالج لها الحاله تاعها. يعني يا استاذه مع الاخصائي النفساني يقدر يتفاهم الطفل هذا يعني الصدمه كيفاش راح يعرف النوع تاع الصدمه هذيك والنوع تاع الخوف اللي راه عنده ويعرف يعالجه. ايضا كاين احيانا ان العلاج تاعو يكون من خلال والديه، يعني جلسه مع الوالدين راح يعطي له طرق واش لازم يهضر معه واش لازم يدير معه يكون يتخلص تماما من هذيك الصدمه. طيب استاذه، يعني بعض النصائح اللي تقدري تقدميها للاولياء اللي يشوفوا فينا لانهم اطفال صغار بالك هذه يعني بداوا يكبروا راهم في سن 7 سنوات، لانه قلتي لنا 7 سنوات يقدروا يعني يوروا لهم كيفيه ذبح اضحيه العيد، يعني بعض النصائح لهاد الاولياء كيفيه التعامل مع الاطفال الى غير ذلك بما انه العيد قرب يعني ناس كامله صراحة على الابواب. لما يكون قبل 7 سنوات نتجنبوا تماما ان نحكيوا لنا على عمليه الذبح ولا على مفهوم الاضحيه وشنو، ولا لانه الابن في هذه المرحله قلنا لا يتحمل ضدين، راح يفهم حاجه واحده، يفهم بلي هذه الحاجه مليحه يفهم هذه الحاجه مش مليحه. يعني ما يقدرش يفهم انه مثلا شخص مليح لكن يدير بعض التصرفات مش مليحه، هذا المفهوم ما يكونش عنده، ولا هذا الادراك ما يكونش عنده، يكون عنده ادراك انه هذا الشخص مليح وراه يدير كل تصرفات مليحه، انه هذا الشخص ماشي مليح. لما يفوت 7 سنوات على حساب الحاله تاع الابن تاعك، اذا شفته قادر انه يتقبل كلش نحكيها له بالتدريج زائد بطريقه مسليه، نحكيوا له على قصه سيدنا ابراهيم عليه السلام وكيفاش القصه تاع الذبح تاع سيدنا عيسى عليه اسماعيل عليه السلام، بعدين كيفاش فداه ربي بذبح عظيم، يعني بطريقه مسليه نحكيوها له ونبداو ندخلوا في الاضحيه تاعنا اللي احنا ايضا راح نقدموها لربي سبحانه، راح نحتفلوا بها راح نفرحوا بها يوم القيامه راح نلقاوها عند ربي بزاف حسنات الى غير ذلك، يعني بطريقه مسليه يحس فيها بمتعه. لما يحس فيها بمتعه ورايح يولي يربط مفهوم العيد بالمتعه، فهو لا شعوري راح يولي يستنى العيد فارغ الصبر. صح. ما يوليش عنده بلاك هذاك التخوف. استاذه كان نصيحه اخيره، ربما يعني الاطفال اللي يقعدوا بزاف مع الاضحيه قبل يعني قبل العيد الكبير بيان سور، اللي يجيبوهم يعني كما نقولوا احنا 20 يوم مقبل الى غير ذلك، هذه يعني تقدر تضر الطفل كذلك يعني يوالفوا اكثر. نعم، هنا اللي كي نجيبوا الاضحيه قبل العيد بمده كبيره ونشوفوا باللي الابن راه يقعد معاها، ما نشرح نحرموه منها لكن نوعيوه مسبقا انه هذا الكبش ماهوش راح يقعد معنا دائما، راح يجي نهار وراح يروح، نقول له ايه هاك تتهلا فيه الى غير ذلك، لكن هذا تن عنده الاهل تاعو عنده مالي عنده بلاصتو ماهوش راح يقعد معنا يعني مدى الحياه. ونفهموه مثلا انت طفل صغير لو كان هو يروح يقعد عند ناس واخد اخرين
ماماك تنح توحشك، باباك راح يتوحشك، فكيما انت لازم تولي الاهل تاعك وايضا عنده اللي راح يروح لهم. صح استاذه، يعني باش نختموا هذا الحوار الشيق وهذه النصائح القيمه اللي دائما تجيبوهم لنا، يعني نصائح بالك تقدري تقدميهم للناس كامل، يعني بما انه عيد الاضحى قرب، بما انك مدربه في تطوير الذات، يعني واش تقدري تنصحيهم في العيد؟ يعني بعض نصائح بالك، الصلح بالك، تسامح، الواحد كيفاش لازم يكون في العيد؟ العيد هو من اجمل محطات، من اجمل محطات العيد، يساوي فرحه. احنا بعض الناس كشغل ولا عندهم مفهوم تاع العيد، امسيه العيد ندي قوتة وما كاش واش نديرو الى غير ذلك، يقول لك خلاص كشغل تلقاهم الصباح شويه يروحوا يتغافروا الى غير ذلك، لكن مع العشيه تلقى خلاص كل واحد حكم بلاصتو. بالعكس، حاولوا انكم تكسروا هذاك الروتين، استغلوا كل دقيقه كل ثانيه ايام العيد، لبسوا مليح، حوسوا، تغافروا، يعني كل مظاهر الفرحه لازم تكون في العيد، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم هكا وصانا، فعيشوا العيد وخلوه يكون صح فرحه. اذا كان عندك خصام بينك وبين اي شخص حاول انك تتجنبه، حتى انه يكون بينك وبين شخص حساب هذاك النهار حاول انك تتجنبه، حاول انك تنقص يعني كما يقولوا شويه من حقك على جال باش تفوتها. بالمختصر المفيد، خلي العيد انه يكون فرحه. ان شاء الله. شكرا لك استاذه، شكرا على هذا الموضوع اللي دائما تجيب لنا مواضيع من خلالها نقدروا نستفادوا. طبعا صح، عيدك كل عام وانتي بخير، بما انه ماناش الحين نتلاقاو حتى مور العيد ان شاء الله. عيدك مبارك ان شاء الله. صح عيدك، كل عام وانتي بخير، ولا تحبي تقولي صح عيدكم ثاني للمشاهدين؟ تفضلي. عيدكم مبارك ان شاء الله، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا لك استاذه. اذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه استاذه عالجه اللي مختصه او مدربه في تطوير